قبل ما ابدا الفيلم هاي بقول لك وعشتنا صديقي ولذلك جايب لك قصه مختلفه حبتين كوري جنوبي ارنوبي كله فيتامين حاله من الدراما والاكشن والتشويق هلا تيلم ولا انطراها الا عند مختار كوكل البسيط كل اللي عليك في البدايه العاديه تصبر عليا علشان تستمتع بالنهايه الاسطوريه والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم هو بيبدا الفيلم بلي جونغ اللي بيصحى من النوم وبيقول قصتي غريبه حبتين بس انا شخصيه رياضيه بحب اول حاجه اعملها بمجرد ما اصحى من النوم انزل 10 ضغط ده مش بمزاجي ده عافيه واقتدار على نفسي بروح تمريني وهو مش بتدرب مع زمايلي لاني اصلا بغلب مدربيني ايوه امال ايه انا جامد قوي يا فتحي ما بلعبش بايدي بس باي سلاح بعرف اتعامل بخلص تمرين وبرجع اقعد مع زمايلي نسيت اقول لكم ان احنا في اللعبه فريق جبار محدش بيقدر يغلبنا ولكن في نهايه الجيم كالعاده كل زمايلي بيموتوا انا الوحيد اللي بفضل عايش وبكسبها بيخلص وابوه بيتصل بيه بيقول له يا بابا خلاص اديني جاي لك في الطريق بيروح لابوه اللي فاتح مطعم بياخد الاوردرات المطلوبه وبيوصلها للناس في بيوتها شغل دليفري يا صديقي بيخلص شغله وبيرجع تاني لزمايله بيخلصوا لعب وهو مروح بيلاقي الضابط ده واخدها جري ورا واحد حرامي بيزنوه في الحته دي ولكن الحرامي ابن الهرمه بيكون عافياجي بيخبط الضابط بالازازه دي بيريحه على الارض وبيكون خلاص هيقتله تفتكر ان ده هيحصل صديقي لا والله جونغ بيروح له هو بيقول له ولا سيب الراجل في حاله بيخش عليه ولكن شلوت خلفي بينزله على وشه وهي واحده في رجليها على الارض بيفرشه بيبص عليه بيلاحظ ان في زي حظاظه في رجليه مربوطه بيروح يطمن على الضابط وبياخده جري على المستشفى رئيس القسم بتكرمه وبتديله شهاده شجاعه ثم بيخش عليه هو بيقول له عاش عليك يا وحش انا مدير القاس بيقول له اهلا بيك يا فندم بيقول له ممكن تيجي معايا المكتب نشرب شاي بيقول له تمام ماشي بيقعد معاه بيقول له بص في حوالي 5000 مجرم خلصوا مدتهم في السجن واغلبهم بعد ما بيخرجوا بيرجعوا للاجرام تاني طيب علشان نضمن ان المسجون بعد ما يخلص مدته ما يرجعش للاجرام تاني بنعمل ايه بنلبسه في رجليه حظاظه الكترونيه مبرمجه من خلال الحظاظه دي بنقدر نعرف كل تحركاته زي المجرم اللي ضرب الضابط شو وانت انقذته منه ده بيقول له هو كان ضابط عندكم هنا بيقول له بالظبط ضابط فنون قتاليه في القسم عندي انا نسيت اعرفك احنا قسم فنون قتاليه مهمتنا بعد ما المجرم ياخد عقابه في السجن ويخرج نراقبه عشان نتاكد انه ما يرجعش لاي سكه كان ماشي فيها علشان نضمن سلامه الناس بيقول له اكيد انا فاهم حاجه زي دي المطلوب مننا بقى ايه بيقول له كنت عايز اعرف بس انت شغال ايه بيقول له ابويا فاتح مطعم شغال فيه دليفري بيقول له يا جدع يعني بتعمل لك كام في الشهر بيقول له يعني 1.2 مليون بينصدم بيقول له بهزر معاك يا عم بيقول له طيب انا ليه عندك طلب ممكن اطلبه بيقول له لا بينصدم تاني بيقول له يا عم بهزر معاك امرني بيقول له الاسم عندي شغال 24 ساعه علشان نفضل مراقبين المجرمين دول لو اي حد فيهم فكر يعمل اي حركه مش تمام الضابط بيروح يجيبه من قفاه وطبعا بعد ما الضابط شو دخل المستشفى بقى عندي عجز في الضباط زياده وبكده الضباط اللي معايا هيفضلوا شغالين ليل نهار ده يرضيك بيقولوا بصراحه لا هيبقى تعب عليهم بيقولوا بالظبط اما عرفت انك انت انقذت الضابط من المجرم عرفت انك جاهز مش محتاج اي تدريب يا ريت تساعدني وتقف معايا الفتره دي بيقولوا قصدك شغل يعني بيقولوا يا عم اعتبره شغل وكمان هتاخد مرتب محترم اهم حاجه سلامه الناس بيقولوا طيب معلش ممكن تديني مهله افكر واخد راي الناس اللي حواليا بيقول له عم خد رايك بس صدقني هتتبسط قوي معانا بيقول له تمام بيسيبه ويمشي واول حاجه بيقول لزمايله اول واحد فيهم بيقول له يا اسطى دوس بقلب مليان ده حتى الواحد يبقى له ظهر في البلد دي التاني بيقول له انت لسه بتفكر والتالت بيقول له دوس يا مسكر باجر بيقول له طالما هترجع على اخر اليوم ناكل ونلعب سوا ما يضرش بيروح يعرض الموضوع على ابوه بيقول له يا ابني ده شرف كبير قوي لينا انك تكون في مكانه زي دي روح يا ابني ربنا معاه بيفرح قوي وتاني يوم الصبح بيروح لسون بياخدوا على الضباط في المكتب وبيقول لهم مفاجاه يا رجاله ده الضابط لي جونغ هيفضل معانا لحد ما يرجع لنا الضابط تشو بالسلامه كلهم بيرحبوا بيه بياخدوا على الضابط هو بيقولوا ده اللي هيعلمك ازاي تستخدم برنامج المراقبات اللي احنا بنراقب بيه المجرمين بيقعد جنبه بيقولوا بص يا برنس ده شكل البرنامج والنقطه الخضراء دي المجرمين اللي احنا بنراقبهم لو دوست على اي نقطه فيهم هتعرف مين صاحب النقطه دي عندك المجرم ده مثلا ندوس عليه هتظهر لك كل معلوماته والمكان اللي موجود فيه بالظبط طب ولنفترض مجرم من اللي انت بتراقبهم الحظاظه بتاعته نسبه الشحن بتاعتها نزلت عن 30% النقطه الخضراء دي هيبقى لونها اصفر ساعتها بقى تتصل بيه وتقول له بكل احترام بعد اذنك يا فندم اشحن الحظاظه طيب لو طلع عليه الادب وقال لك مش شاحن حاجه وفعلا ما شحنش الحظاظه هتعمل ايه يا برنس بيقول له روح له قبل ما تفصل الحظاظه واجيبه من قفاه بيقول له بالظبط كده عاش عليه كل اللي عليك هتقعد على الجهاز وتفضل مراقب النقط دي بيقعد على الجهاز بيستنى كتير اي حاجه تحصل بتستتر معاه ما فيش اي حاجه بتحصل ولكن بعد 7-8 ساعات بيلاقي نقطه واحد اتحولت لاصفر بيدوس عليها بتظهر له بيانات المجرم اسمه يانغ هولي 20 سنه بيكون رايح يقول للظابط ولكن بيرجع وبيتعامل بنفسه بيرفع التليفون وبيتصل بالمجرم بيرد عليه بيقول له معايا يا استاذ يانغ بيقول له ايوه انت مين بيقول له معلش بس يا فندم الحظاظه الالكترونيه بتاعتك اقل من 30% يا ريت تحطها على الشحن بيقفل في وشه بيستغرب وبيتصل تاني بيقول له معلش الخط قطع يا فندم بيقول له انا سمعتك يا حمار اقفل وياك تتصل بيا تاني وبيقفل في وشه بيغضب وبيتصل بيه تالت مره بيلاقيه قفل تليفونه بيروح لسون هو بيقول له هتيجي معايا بيقول له على فين بيقول له في مجرم اسمه يانغ هولي الحظاظه بتاعته خلاص هتفصل اتصلت بيه قفل في وشي مرتين والتالته لقيته قفل تليفونه
ضمانه. سون بيقول الضابط اللي قاعد جنبه هو الواد ده خارج بقاله قد ايه؟ بيقول له بقاله 3 شهور يا فندم، بس احنا كلمناه الاسبوع اللي فات وكان محترم خالص. بيقول له هو مبقاش محترم، ادي الجنج المعدات المطلوبه علشان نتحرك. بياخده على المخزن، بيقول له البس ده، بيقول له ده تقيل قوي. بيقول له يا حميد ما تنساش تشغل الكاميرا اللي في السيداري دي وخد ده صاعق كهربائي. بيقول له هو ده انا ممكن استخدمه؟ بيقول له في حاله الطوارئ بس. بيقول له خلصانه. وفعلا بيخرج مع سون وبيفضلوا ماشيين على موقع المجرم. بيوصلوا بيقولوا المنطقه دي انا حافظها حته حته، كنت بجيب فيها اوردرات كتير قوي هنا. هي دي شقه الواد اللي احنا عايزينه صح؟ العماره دي ما فيش فيها اي شبابيك الا الناحيه دي بس، انا هفضل مستني هنا لانه بمجرد ما يشوفك هينط من الشباك على طول. هو ينط من هنا هيلاقيني انا مستنيها برنس. بيقول له ولنفترض ضربني وهرب من الباب. بيقول له ساعتها هتلاقيني عندك، خليك واثق فيا. وفعلا بيروح له لوحده. بيخبط عليه، ابن الهرمه بياخد السكينه دي، هو بيكون خاطف بنته جوه. بتقول الحقوني يا عالم. سون بيفضل يخبط عليه، ابن الهرمه بيروح ناحيه الشباك والبت بتفتح لسون. الواد بينط لتحت. جونجو بيقول له ازيك يا معلم. بياخد السكينه وبيروح عليه، ولكن هي واحده تحت الحزام بينهيه. بيخبطه بالصاعق اللي بيكون هيموت ويجربه، بيجيبه على الارض بيفرح قوي. سون بيخرج وبيفرح قوي اما بيلاقي قافش الواد. بيكلبش الواد وبياخدوه معاهم. هم من بعدها صديقي جونج مفيش غير انه قاعد قدام الجهاز مستني على نار اي مجرم يعمل اي حركه شمال. على طول بيطلع لبره، والمجرم اللي رايح له بمجرد ما بيشوفه بيهرب منها. جونج بيروح جري وراه، وهي واحده شنكله بيجيبه على الارض. بيقول لهم كلا، بيقول لهم انا ابو انغرس هيضربه، ولكن سون بيبعده. هو بيقول له ما تخليش حد يستفزك تاني. سون بيبعته مع السواق على الحجز وبيرجع تاني لجونج. بيقول له انا اسف يا ريس. بيقول له لا عاش عليه، وارد ان ده يحصل بس ما تخليش اي حد كده يستفزك بالسهل. وبما انك حققت انجازات كتير قوي في وقت قصير، ايه رايك النهارده هعشيك على حسابي؟ بيقول له يا خساره مش هينفع لاني متفق مع زمايلي هنتعشى كلنا سوا. بيقول له خلاص خليها بكره. بيقول له ليه بكره؟ خير البر عاجله، انا هجيب زمايله وتعزمنا كلنا على حسابك. بيقول له ماشي. وفعلا على بالليل بيتقابلوا، بيعرفوا على زمايله واحد ورا التاني وبيقعدوا سوا. بيفضلوا يهزروا لحد ما الاكل يحضر. يانغ بيقول له قبل ما تاكل يا معالي الباشا لازم نعمل سندوتش الصحاب، وده بيكون عباره عن شي يانغ وكون شي يانغ وشي مونغ تشون، والمطلوب منك دلوقتي تاكله في بق واحد. امي يا اسد عاش عليه، خش هتجيبك. بيجيبه وبيكونوا كلهم في منتهى السعاده. في الوقت ده الظباط اللي بيكونوا شادين خدمه بالليل، واحد منهم بيشوف مجرم حظظته هتفصل، بيتصل بيه بيلاقي تليفونه مقفول. بيتصل بسون وبيقول له مصيبه يا فندم، في واحد ابن هرمه الحظاظه بتاعته خلاص هتفصل، وقفل تليفونه مش راضي يفتحه، وحاليا موجود في منطقه الحرفيش. بيقول له ده خرج امتى من السجن؟ بيقول له من 3 شهور، قتل شخص بالغلط واتسجن 20 سنه. بيقول له طيب هو ليه اي اعداء في منطقه الحرفيش؟ بيقول له معرفش. جونج بيقول له المنطقه دي قريبه قوي مننا، 5 دقائق جري هنكون هنا. صاحبه بيقول له ليه 5 دقائق؟ دقيقه واحده بالعربيه هنكون هنا. وفعلا بيركبوا العربيه وبيروحوا جري على المنطقه. بينزلوا من العربيه بيفضلوا يدوروا عليه، بيلاقوا الحظاظه بتاعته مرميه. سون بيقول له هرب ابن الهرمه. بيقول له لا لسه موجود جوه المنطقه، مش معقول هيكون هرب بالسرعه دي. ولا باجر شغل الطياره بتاعتك. باجر بيشغل الطياره بتاعته وبيفضل يدور عليه، وفعلا بيلاقيه. جونج بيقول لهم انا هروح له، وفعلا بيروح جري عليه بتعليماتهم، والمجرم بيكون واقف قدام الباب ده. هو بيقول له مش هسيبك، هقتلك يا ابن الهرمه. جونج بيوصل له، بيقول له انت مين انت كمان؟ بيقول له انا ظابط فنون قتاليه. بيقول له لا قتاليه ولا ملوخيه، غور من وشي دلوقتي. بيقول له لا ما هو انا جيتش هنا علشان امشي، يا ريت تيجي معايا من غير مشاكل. وطبعا سون سامع كل اللي بيتقال. المجرم بيقول له ابعد عني يا عم. بيقول له للاسف الاوبشن ده مش عندي. بيخش عليه، ولكن هي واحده والتانيه على الارض بكل رميه. ابن الهرمه بياخد القطر من على الارض. هو بيقول له ابعد عني والا هجيب لك مصيبه. سون بيقول له اسمعني يا جونج، اللي هقوله لك ده اقوله له بالحرف الواحد. بيقول له ماشي. بيقول له استاذ دونج الظاهر ان يومك ما كانش حلو خالص، انت في حد من اصحابك عمل معاك مشكله النهارده؟ بيقول له ابن الهرمه ده كل يوم وانا قاعد يفضل يتريق عليا بسبب حظاظه المراقبه اللي ملبسينهاني، بيضحك عليا الكل من كتر خنقتي مش بعرف انام الليل، تعبت وجبت اخري ومش هقدر لما اقتله ومش مهم نفسي. بيقول له لا استنى، انت غلطت غلطه واتحاسبت عليها، خدت عقابك 20 سنه في السجن، حرام بعد ما عملت ده كله يضيع علشان واحد قال كلمتين هبل زيه. وايه رايك انا هعمل في الشخص ده محضر وهياخد عقابه علشان اللي عمله معاه، وبالنسبه للحظاظه اللي انت قطعتها دي مش مشكله هنعديها، استهدى بالله بقى. بيهدى وفعلا صديقي بيسلمه نفسه. جونغ بيعجب قوي بعقله وحكمه سون. بيخلص وبيرجع تاني على البيت. ابو بيقول له ايه الاخبار في الشغل يا ولا؟ بيقول له بصراحه يابا مديري في الشغل راجل دماغه عاليه قوي قوي قوي. بيقول له طيب الحمد لله، يلا اغسل ايديك وتعالى ناكل تفاح. بيقول له خلصانه. وهوب المذيع بيقول خبر عاجل، كلنا عارفين المجرم الكبير كان اللي اغتصب اكتر من 15 بنت وفضل هربان من الشرطه 4 سنين سنه 1998، ولكن بعد الاربع سنين اتمسك ومن ساعتها مسجون لحد النهارده. الخبر المحزن انه خلاص خارج من السجن، ما نعرفش بقى هيرجع للي كان بيعمله ولا لا. سون بيقعد مع باقي القاده، والست نوجي بتقول هنعمل ايه بعد ما يخرج كانغ من السجن. جونج بيقول لها هنخلي 3 ظباط فنون قتاليه يراقبوه. سون بيقول لهم انا ما عنديش ظباط زياده في القسم، ولو وفرت له 3 ظباط مخصوص عليه هيبقى في تقصير قوي في مراقبه المجرمين التانيين. بتقول له انا عارفه انكم شغالين شغل من نار يا سون، ولكن المشكله ان اللي عمله كانغ مش سهل خالص، لازم نخلي عينينا عليه. بيقول لها حاول.
الوقت ده جونغ بيكون مراقب مجرم عند الحلاقه بتاعته. المجرم بيخرج من جوه وجونغ بيخش وراه، بتقول له انت فين مختفي يا ولا؟ بيقول لها والله وحشانه يا خالتي. عامله ايه؟ بتقول له انا كويسه. هتصبغ شعرك المره دي اصفر ولا احمر؟ بيقول لها لا انا عايز حلقه محترمه يا خالتي، كفايه روشانه بقى. وفعلا بتحلق له، بيخرج من عندها وبيروح برضه ورا نفس المجرم. بيلاقيه في المطعم وهو بيحسس قوي على ايد البنت وهو بيديها التابس. نظرته للبنت ما بتريحهوش، هو بيروح جري على مكان شغله، بيفتح ملفه بيلاقي اسمه غوم نامكيم، مش عارف ده اسمه ولا وصفه صديقي. المهم سبب دخوله السجن اعتداء جنسي. جونغ بينده لسان وبيحكي له كل اللي شافه، بيقول له طيب خلينا نتصل بيه. بيتصل بيه، بيرد عليه وبيقول له ما تتصلش هنا تاني، النهارده انا هعمل اللي نفسي فيه. بيقفل في وشه. سونغ بيقول له جونغ يلا بينا. بيخرجوا جري بالعربيه، بتيجي رساله على الجهاز. بيقول له ايه قطع الحظاظه؟ بيقول له لا دخل في مكان ما فيهوش شبكه. جونغ بيروح للبنت اللي كان بيغلس عليها، وسونغ بيقول لها تعرف الشخص ده؟ بتقول له ايوه طبعا. بيقول لها مش ازاي؟ بتقول له مشي من هنا. بيقول لها يمين ولا شمال؟ بتقول له ما شفتوش بس قبل ما يمشي قال لي تعالي عيد ميلادي وانا ما رضيتش اروح معاه. بيمشوا سوا. بيقول له اسمع انا هروح من هنا وانت هتروح من هنا، خلي بالك اكيد هيروح لست شغاله لوحدها. بيقول له تمام. كل واحد بياخدها جري في اتجاه، بيفضلوا يطمنوا على اي ست في المنطقه شغاله لوحدها. وجونغ بيفتكر الحلاقه اللي ابن الهرمه ده حلق عندها، بيروح جري على هناك. وفعلا المجرم بيروح للحلاقه، بيخش جوه وبيقفل عليها الباب. بتقول له خلاص يا فندم انا خلصت شغل، تقدر تيجي الصبح. ما بيردش عليها، بيقرب منها ولكن بتكعبله على الارض. ابن الهرمه بيهجم عليها، ولكن جونغ بيحضر في المكان، بيبعدوا عنها وبيقول لها انت كويسه؟ بتقول له تمام. بيروح لابن الهرمه ده، بيخبطه بالزرعه دي بيغضب اكتر، بيلفوا الناحيه الثانيه وبصنعه معلم بينيمه، بيكلبشه وبيروح للست بياخدها بالحاض. بتقول له تسلم يا ابني، جيت في الوقت المناسب. جونغ بيرجع على البيت وابوه بيقول له يا وحش الاخبار في الشغل؟ بيقول له خلاص انا خلصت مش هروح تاني. بيقول له ليه يا ابني؟ بيقول له هرجع علشان اساعدك في المطعم. بيقول له لا يا ابني شوف الصالح ليك واعمله وما تشيلش همي، انا هجيب حد يساعدني في الشغل. تاني يوم بيروح لسون بيقول له ايه اللي جابك تاني؟ بيقول له لا ما هو انا مش هسيبك، انا عايز اكمل معاك في الشغلانه دي. بيقول له بتهزر؟ بيقول له لا ما بهزرش. بيقول له طيب انا هنقل على مكان جديد، هتيجي معايا ولا هتفضل في الاسم القديم؟ بيقول له انا اصلا في الشغلانه دي علشانك. بيفرح قوي وبياخده معاه. في الوقت ده الاعلام كله بيتكلم عن كانغ المجرم اللي اتحبس علشان ال15 بنت اللي انت فاهمنا صديقي. ها سون وجونغ بيلبسوا اللبس الميري بتاعهم وبيروحوا له قبل ما يخرج. سون بيقول له انت هتفضل لابس الحظاظه دي في رجليك، وبعد سنتين لو حسينا انك بطلت اللي انت كنت بتعمله هنفك الحصاصه دي من رجلك وتكمل حياتك، خلي بالك من شحنها، لو قلت عن 30% هنتصل بيك نفكرك تشحنها، هات الرجل اللي انت عايز تلبسها فيها. بيمدله رجليه ولكن جونغ ما بينزلش عينيه من عليه، وقلبه حاسس انه مش هيعديها على خير. بيوصلوه البيت والناس بتكون واقفه عاملين احتجاج عايزين للمجرم ده اعدام، ولكن الشرطه بتامنه من الناس وبيدخلوه بيته. على بالليل صاحبه بيروح له وبيقول له الحمد لله على السلامه يا وحش، جاهز للشغل ولا هتخاف من الشرطه؟ بيقول له جاهز. غلبان وحمار، ما يعرفش ان الوحش العنيف جونغ مركز عليه للنهار. بيشوف تحركاته على الجهاز، بيقول له سون انا هروح وراه. وفعلا بيروح وراه، بيقول له انا وصل. بيقول له هو موجود بيتحرك في المبنى اللي عندك ده. ابن الهرمه بيكون نازل تحت في الجراج، هو بيخش في العربيه دي. الشخص ده بيقول له نخش في الموضوع على طول، عايز منك فيديو في اسرع وقت، الناس التقيله مستنيين فيديوهاتك بفارغ الصبر عن تير. بيقول له مفيش حد قدامي. بيقول له انت استعد واحنا هنجيب لك الضحيه. في الوقت ده جونغ بينزل الجراج، وسون بيقول له ها شفته؟ بيقول له مفيش حد في الجراج غير عربياته وبس. بيفضل يدور في العربيات، ولكن العربيه اللي ابن الهرمه بيكون فيها ازازها مفيم مش باين منها اي حاجه من جوه. واللي مع كانغ بيقول له الظاهر كده ان الواد ده هيتعبنا شويتين ثلاثه وهيعرفوا كل تحركاتك بسبب الحظاظه اللي انت لابسها في رجليك دي، هتعرف تخلص من الظباط دول ولا؟ بيقول له لا سيبهم لي. جونغ بره بيقلب عليه المكان ولكن ما بيلاقولوش اي اثر. سون بيقول له خلاص انا هتصل بيه. وفعلا بيتصل بيه، بيرد بيقول له استاذ كانغ يا رب تكون بخير يا فندم، من نص ساعه اتصلت بيك ما كنتش بترد عليا. بيقول له معلش كنت باركن العربيه في الجراج وما فيش شبكه في الجراج اصلا. بيقول له طيب ممكن اعرف حضرتك فين دلوقتي؟ بيقول له انا في المطعم يا عم، في المطعم اللي في المنطقه عندي بتعشى. وفعلا بسرعه بيخش المطعم، وجونغ بيروح جري على هناك، بيشوفه قاعد على الترابيزه. بيقول له سون فعلا قاعد هنا. سون بيقول له معلش ازعجناك يا فندم، يا ريت تخلي بالك من شحن الحظاظه وتبعد عن الاماكن اللي ما فيهاش شبكه. بيقول له على الله وبيقفل معاه. جونغ بيرجع لسون وبيقول له الواد ده مش سالك ولا سهل خالص. بيقول له المشكله ان مش هينفع كل شويه نتصل بيه ونحسسه ان احنا مراقبينه. بيخش عليهم الضابط تشو. سون بياخده بالحضن وبيقول له الحمد لله على السلامه يا وحش، هترجع امتى على الشغل؟ بيقول له خلاص من بكره، الف مبروك على الوظيفه جونغ. بيقول له الله يبارك فيك. بيقول له يا ريت تقبل مني الهديه البسيطه دي. بيقول له ايه ده ممكن افتحها؟ بيقول له اكيد. بيفتحها بيلاقيها جوانتات كونغ فو. بيقول له يا نهار ابيض ده انا كنت بدور عليهم. بيقول له طيب ابسط يا عم. على بالليل البنت دي بتروح للكلب بتاعها وهوب بتتخطف يا صديقي. في الوقت ده يانغ بيروح لمين؟ لابن الهرمه صاحب كانغ. بيقول له الحمد لله على السلامه وبيدخله الكانغ. صاحب كانغ بيقول له ايه رايك في الشقه دي؟ بيقول له لا حلوه. بيقول له طيب خلي بالك بكره مش عايزين اي غلطات. بيقول له خلصانه. تاني يوم تشوب بيرجع على الجهاز بتاعه وهو بيشوف حظاظه يانغ اقل من 30%. بيروح لسون وبيقول له يا فندم حظاظه الواد اللي اسمه يانغ ده اقل من 30%. بيقول له اتصلت بيه؟ بيقول له اتصلت بس تليفونه مقفول. بيقول له طيب
طيب استنى. بيتصل بجونغ هو بيقول له انت فين؟ بيقول له انا مراقب اللي اسمه كانغ ده، اهو بيحلق قدامي. بيقول له طيب ما تروح مع تشو شوف الواد كانغ ده مش شاحن الحظاظه بتاعته ليه؟ بيقول له طب ما تتصل بيه. بيقول له قافل تليفونه. بيقول له خلاص ماشي انا هروح قدامكم. وفعلا بيروح على الموقع، سون وتشو بيروح وراه بالعربيه، بيفضلوا ماشيين وهوب صوت بنت بتقول الحقوني يا عالم الحقوني اهو. بيروحوا جري ناحيه الصوت، وجونغ بيوصل المكان وبيخش جوه، وهوب بيلاقي ابن الهرم كانغ في وشه وهو بيقفل عليه الباب، بيفضل يخبط عليه ولكن ابن الهرم ما بيفتحش. والناحيه الثانيه تشو وسون بيوصلوا لصوت البان، بيكون يانغ ابن الهرم مشغل لهم الصوت في السماعه علشان يجرجرهم لحد عنده. اما جونغ بيبص وراه بيلاقي جيش مالوش اول من اخر، بيضحك وسون وتشون بياخدوها جري منها، ولكن اولاد الهرم بيحطوهم من كل اتجاه، ما بيكونش عندهم حل غير الهجوم. الناحيه الثانيه جونغ بينزل تخبيط فيهم، ولا ذكر فيهم فارق معاه، بيكون سادد معاهم، ولكن تشو وسون ما بيكونش عارفين يعملوا معاهم اي حاجه، بيكسروا عضم سون، وجونغ بيكون مجنجغ اللي معاه بالشفا ساهر، بينيم الكل وبيتصل بسون ما بيردش عليه لان سون يا صديقي بيكون مكسر عظمه. في الوقت ده كان ابن الهرم بيبدا الفيديو اللي بيعمله، وجونغ بيروح جري على مكانه، بيوصلوا بكل ما اتاه من قوه، بيشيل حديد الشباك، وابن الهرم بيكون خلاص هيأذي البند. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله، جون بيكون وصل وهيخلي ليلته عسل، بيكسر في عظمه، ولكن ابن الهرم صاحبه بيغجه بالسكين، ولكن على مين؟ السدر اللي لابسه بيكون امين، بيلف عليه ايديه وعلى عينيه بيديه، الجحش الكبير بيخش عليه وبيفضل يخنق فيه، وبيكون خلاص هينهيه، ولكن جونغ بيشنكل رجليه، بيخبطه في الحيط بيغميه، بيروح يطمن على البن، ولكن ابن الهرم بيكون فاق وبيغجه في جنبه، الشرطه بتحضر في المكان، بيسيبه يهرب، والاسعاف بتاخد جونغ على المستشفى. الناحيه الثانيه اولاد الهرم بيكون خلصوا على تشو، وسون بيكون مكسر عظمه، جونغ بيتعامل معاه اللازم في المستشفى، وبيفوق والكبيره بتخش عليه، بتقول له انا اسفه لانك هتسمع مني الكلام ده، ولكن تشو زميلك مات، دموعه بتغرق السرير، وبعد ما بيقوم بيروح عزاه، بيخلص وبيروح لسون، وبيقول له احنا هنسيب ابن الهرم الهربان ده، بيقول له زمان الشرطه قبل ما يقبضوا عليه فضلوا يدوروا عليه 4 سنين علشان يمسكوه، اكيد احنا مش هنعرف نمسكه يعني، بيقول له لا سيب الموضوع ده عليا، بيخرج لزمايله، وبيقول لهم معايا رجاله، بيقولوا له معاك على الموت اخويا، وفعلا بيبداوا على قضيه شغل من النار، لحد ما بيوصلوا للشخص اللي بياخد الفيديوهات من كانغ، بياخدوها جري وراه، لحد ما بيجوه من قفاه، بيكتفوه، وجانغ بيقول له انت قلع، فين الكلب اللي اسمه كانغ ده؟ بيقول له معرفش، بيقول له لا هتعرف، زمايله بيقولوا له يا عم سيبه، ما بيسيبهوش، وبيعوره في عينيه، زمايله بيبعدوه، واحد منهم بيفتح له الكاميرا، وبيقول له على فكره انا دكتور عيون، لو ما رحتش المستشفى حالا هتعمى ومش هتشوف حاجه تاني بعينيك، وريني بقى كانغ هيفيدك بايه بعد ما تخسر نظرك، انجز قول لنا فين علشان نوديك على المستشفى، بيقول له طيب اعدلني، بيعدلوه، بيقول لهم لسه من نص ساعه باعت لي اللوكيشن بتاعه، افتحوا لي تليفوني، بيفتحوا لي التليفون، بيقول لهم اللوكيشن موجود في الرسائل عندكم، هاتوا له اسعاف بقى بسرعه، جونغ بيقول له عينيك سليمه يالا ما فيهاش اي حاجه، يلا روح على بيتكم، وبيسيبوه ويمشوا، جونغ بيحط الخطه مع الرجاله، وبينزلوا على المنطقه اللي فيها كانغ، بيقول لزمايله استنوني هنا، ومهما حصل جوه محدش يخش، بيخش لهم جوه، رجال الكانغ بيستقبلوه، بيقول له انت مين هلا؟ ما بيردش عليهم، وبيرفع عليه القله دي وبيديه، اللي بعديه يحصل اللي قبليه، بيكسر في عظمهم، هو بيقول لبعجر ابن الهرم ده هرب مني خليك وراه بالكاميرا، بيقول له مراقبه، بيقوم يخلص على اي واحد واقف ضده، واي حد بيقرب منه بيعضه، بيريحهم كلهم، وبياخدها جري ورا كانغ، بيوصل له، وابن الهرم بيكون عجل كبير، مالوش مسيح، الاثنين بيكونوا متكافئين، ولكن هنا الفرق بين الشر والخير، ابلع كبير، ابن الهرم بيمسك السواطير، جانغ بيصدهم، وبينزل فيه تحمير، ابن الهرم بيقلبه على الارض، وبينزل في وشه تطبيق، زمايله بيكونوا شايفين كل اللي بيحصل، ولكن محدش فيهم قادر يساعده، واحد منهم بيقول لبعجر اعمل اي حاجه يا عم، بعجر بيركز، وبيطير الكاميرا على وشه، جانغ بيفوق له، وبينزل عليه بتقله، هي واحده والتانيه وراها بيحصل بقله، بيكلبشه، وبيسلمه للشرطه، رئيس جمهوريه كوريا بنفسه بيكرمه، وبيقول له عاش عليك يا وحش، بيقول له تسلم يا فندم، وابوه وسون بيكونوا في منتهى الفخر بيه، البنت اللي انقذها بتجيب له بوكيه الورد ده، بيقول لها انت كويسه دلوقتي؟ بتقول له ده بفضلك انت، وطول ما انت وامثالك موجودين دايما هكون كويسه، بيفرح قوي وبيرجع تاني لشغله، واحد بطاريه حظاظته بتفصل، سون بيقول له يلا بينا، وهنا بينتهي الفيلم اخينا، اتمنى باللايك تمسي علينا، وبكومنت تقول رايك فينا، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تشوف كل جديد عندينا، وخش خد لفه في القناه، صدقني ومن غير حلفنا فندينا، هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك، اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.